هاي طلعت فكرة لعبة الدارتس أو السهام بالقرن التاسع عشر لما الجنود البريطانيين كانوا يستعملوا سهام صغيرة للتصويب على براميل أو جذوع الشجر. بتقوم اللعبة على رمي السهام على لوحة بيبلغ قطرة 31 سنتيمتر وبتتوزع العلامات يلي بيحصل عليها الرامي بحسب مكان إصابة اللوحة يلي بيتم رفعها على علو 173 سنتيمتر من الأرض، وبيوقف اللاعبين على بعد 3.73 أو 3.44 متر عنا، وهي المسافتين يلي بتسمح فيهم قوانين اللعبة. بيقدر أشخاص من أعمار مختلفة يمارسوا اللعبة بين العشر سنين وفوق الخمسين سنة. من إيجابياتها إنها ما بتطلب لياقة بدنية أو مساحة معينة مخصصة لها، وتعتبر لعبة عائلية. مين قال إنه اللعبة بتساهم بتحسين التركيز والدقة والتنسيق بين الإيدين والعينين؟ أنا قال. شوفكم بكرة.